الجبرا ده كان اخر امتحان، والامتحان الحمد لله كان حلو يعني، مش زي الكالكولس خالص. الكالكولس كان وقته قليل، والسؤال الغلط ده ضيع وقت. الجبرا سؤال جيومتري، هو الامتحان طويل بس يعني كان كويس الحمد لله. الامتحان ده كان تمام يعني، هو مش اسهل حاجه بس كان كويس يعني. خلصنا الحمد لله، سنه يعني عدت على خير، ان شاء الله النتيجه تبقى كويسه. امتحنت الجبرا وسؤال الجيومتري، الامتحان كان حلو بس كان فيه محتاجه ان الواحد يبقى مركز شويه. الامتحانات سهله باستثناء غلطه التفاضل والتكامل والديناميكا.